أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. شهدت الديمان يوما تضامنيا مع الكنيسة المارونية وسيدها وما تمثل على المستوى الكنسي والرسمي والشعبي، فعلى وقع أجراس الكنائس في المناطق المحيطة بالديمان أمت حشود شعبية وبمشاركة سياسية المقر الصيفي للبطريركية تضامنا مع البطريرك الماروني والمعتمد البطريركي المطران موسى الحاج، وفي عظة عالية السقف وكلمة أمام الحشد أعلن الراعي رفضه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية، مطالبا بأن يرد إلى المطران الحاج جواز سفره اللبناني والهاتف الخلوي والمساعدات التي كان ينقلها، وقال ابحثوا في مكان آخر عن العملاء فأنتم تعلمون من هم. وتزامنا وبينما تغرق البلاد في المزيد من الأزمات وقبل 40 يوما من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف للرئيس العماد ميشيل عون، يخيم الجمود على المشهد اللبناني على وقع الفراغ الشامل على مستوى العمل لتشكيل حكومة جديدة، فيما الرئيس ميقاتي مستمر في تصريف الأعمال، وهو سيرأس عند 4 عصر الغد في السراي الحكومي اجتماعا جديدا للجنة الوزارية لمتابعة البحث في ملف إضراب القطاع العام. ويفتح الأسبوع الطالع أيضا الثلاثاء على جلسة لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بند، ومن أبرزها تعديل قانون سرية المصارف وترسيم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والموافقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح. وفي الرياضة اليوم لم يستطع منتخب الأرز انتزاع كأس آسيا من نظيره الأسترالي الذي فاز عليه بنتيجة 73-75، وهو حصل على المرتبة الثانية في البطولة في القارتين الآسيوية والأوقيانية، كما حصل العملاق وائل عرقجي على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية والأوقيانية. البداية من الديمان، البطريرك الراعي يرفض الاتهامات بالعمالة ويقول اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم. اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم. بهذه الكلمات توجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي إلى المسؤولين عن توقيف المطران الحاج رافضا هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ومطالبا بأن يعاد إلى المطران الحاج كل ما صدر منه. ويا ليت الذين يقترفون هذه السلوكيات ويفبركون الملفات يتعظون ممن سبقهم ومن تجارب الماضي القريب والبعيد التي أظهرت أن ما عدا الأمن والحرية والمحبة والكرامة لا ينبت في تربة لبنان، وأن ما عدا الصالحين لا يدخلون تاريخ لبنان الحضاري المشرف. عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة والمهيمنة تحويل المدبر الذي تعرض له سيادة أخينا المطران موسى الحاج من اعتداء سياسي، والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثلها، تحويله إلى مجرد مسألة قانونية هي بدون أساس لتغطية الذنب، بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تقنع ولا تجدي. وإن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا. ومن غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيته الكنسية، ونطالب بأن يعاد إلى سيادة المطران موسى الحج كل
ما صدر منه. جوازه جواز سفره اللبناني وهاتفه المحمول وجميع المساعدات من مال وأدوية كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدسة إلى أهاليهم في لبنان، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم. وفي الشق السياسي، دعا الراعي إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهل الدستورية، فلبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا. سنواصل الدعوة الحثيثة إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهل الدستورية، فإن لبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا. يشار إلى أن القداس حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية وعدد من النواب، لا سيما نواب الكتائب والقوات اللبنانية. البطريرك الراعي أمام الحشد في الديمان يقول: ما حصل ليس إهانة للمطران الحاج فحسب، إنما إهانة للبطريركية المارونية ولي شخصيا. رفضا لما تتعرض له البطريركية من حملات سياسية تشكك بدورها الوطني عقب ما تعرض له المطران موسى الحاج عند معبر النقورة منذ أيام، توافد عدد من النواب والشخصيات السياسية والوفود الشعبية إلى الديمان دعما لمواقف البطريرك الراعي واستنكارا للتعدي على المطران الحاج. البطريرك الراعي في كلمة له أمام حشد من المواطنين قال: أتيتم لتعبروا عن رفضكم واستيائكم وإدانتكم للإهانة ولما حصل مع المطران موسى الحاج، الذي هو ليس إهانة للمطران فحسب بل إهانة للبطريركية المارونية. من طالب بتسليم المطران موسى الحاج كل شيء صادر منه. أولا جواز سفره اللبناني، هاتفه الخليوي، كل المساعدات المالية والأدوية اللي بيعطينا اللبنانيين من الأراضي المقدسة إلى أهاليهم من كل الطوائف، وهيدي أمانة هو لازم يوصلها لأصحابها ولازم يرجعوها لإلو اللي صادروها، رجعوها اليوم قبل بكرة. وثم نحن منقلهم ومنكرر إنه المطران بده يواصل كل هالمساعدات اللي كانت تطلب منه، لأنه هيدا رسالته وهيدا دوره. وبدنا نقلهم مش نطلب منهم نترجاهم، بدنا نقلهم ممنوع إيقافه ومساءلته على الحدود اللبنانية. وكانت قد قرعت أجراس الكنائس في القرى والبلدات الواقعة على دورة قديشة قنوبين منذ الصباح الباكر، داعية إلى تجمع للتوجه إلى الديمان للمشاركة بقداس الأحد تأييدا لمواقف البطريرك، وتم منع إدخال أعلام الأحزاب من قبل الأمنيين باستثناء العلم اللبناني. وفي الديمان سلسلة مواقف لنواب وشخصيات ولأهالي شهداء تفجير الرابع من آب ودعوات لإقالة القاضي عقيقي. شددت المواقف التي صدرت من النواب والشخصيات التي أمت الصرح البطريركي في الديمان اليوم على شجب ما حصل مع المطران الحاج، معتبرين أن هناك رسالة أراد البعض إيصالها وتوجيهها للبطريركية المارونية، وطالبوا بإقالة القاضي عقيقي. ما بتمشي الأمور إلا بإجراءات جذرية بتتاخد بحق هالقاضي اللي تخلى عن مهمته الأساسية اللي هي يحكي باسم الشعب والدولة، وعم بيشتغل لأجل الدويلة على مصلحة الشعب والدولة.
المسرحية السياسية القضائية الأمنية يلي استهدفت سيدنا المطران موسى الحج يجب أن تتوقف فورا، لأنه نحن كحزب قوات اللبنانية بنعرف تماما وين بتبدأ هالمسرحيات هيدي وين بتنتهي. اللي بدنا نقوله اليوم أنه نحن على بعد 100 يوم من انتخابات رئاسية، وما نريده اليوم فوق قصة التعدي على المطران وفوق قصة هذه يعني الخطيئة القضائية التي ارتكبت، نحن بدنا رئيس سيادة، وجايين مع كل الشعب اللبناني نطالب برئيس سيادة. البطركية طلقت اليوم رسالة متوخزين مسيرة قضائية تشبه المسيرات الفضائية التي أرسلت في الاتجاه إسرائيل. المسيرة القضائية وصلت ومردودة إلى أصحابها. البدو يحكي بالقانون يتفضل يقلنا. المحكمة الدولية طلعت اتهامات، تتفضل الدولة تقوم بواجبها القانوني. ونحن اليوم منضم مطلبنا لمطلب غبطة أبينا البطريرك بإقالة الموظف بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي عقيق بإقالته فورا. كما كانت كلمات في المناسبة لأهالي ضحايا تفجير الرابع من آب. نحن ناطرين العدالة، نتمنى تصير العدالة بأقرب وقت، وما رح نسكت ولا رح نقعد بس نحقق العدالة. دمهم للشباب ما حيروح، هن نزلوا عم بيعملوا شغلهم، مش نازلين هن ليحطوا انفجار او يحطوا النترات، نزلوا ليطفوا هيدي القنبلة الذرية اللي كان وضعينها بقلب البور. اذا مطران عم بيجيب مساعدات وقفوه، ما عرفوا مين فوت نترات يوقفوه، بعد لهلا ما عرفوا. بعدين المصاري اللي طلعت من لبنان ما حدا قال لهم وينكم، ولا حدا عرف كيف طلعت، عم يلقطوا مصاري فاتت على لبنان. وفي المواقف أيضا أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول، وينذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمني والقضائي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن. وقال خلال خدمة قداس الأحد: إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة من أجل إسكات صوتها فإنها لا تخضع للترهيب والكيدية ولا تخاف إلا ربها. توقيف أسقف أعزل إلا من بعض المساعدات الإنسانية لمواطنين أفقرتهم دولتهم، فيما المهربون ومستسفو مال الشعب وطعامه ودوائه يسرحون ويهربون، نحن مع محاسبة ومعاقبة كل مجرم وسارق ومخالف للقانون كائنا من كان، لكن ما جرى مع أخينا المطران غير مقبول، وينذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمني والقضائي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره. أما إذا كان توقيفه رسالة إلى الكنيسة من أجل إسكات صوتها فإن الكنيسة لا تخضع للترهيب والكيدية. توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لشريك الوطن والعيش المشترك البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي، مشيرا إلى أن كرامة الكنيسة من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه. وقال في بيان: لا نريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت القانون، شيخ ومطران. وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية ومعاداة إسرائيل مصلحة لبنانية وجودية، وحماية المسيحي والمسلم تمر بمعاداة إسرائيل وسد كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد.
في الرياضة اليوم أنهى المنتخب اللبناني مسيرته البطولية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المنعقدة في إندونيسيا باحتلاله المركز الثاني بعد خسارته أمام المنتخب الأسترالي، وتوج اللاعب اللبناني وائل عرقجي بلقب ميشيل عون، وعبر حسابه الخاص على تويتر كتب: يا شباب منتخب لبنان، رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلما وأثبتتم ألا مستحيل أمام إرادة الإنسان، يكفيكم فخرا أنكم أوصلتم رسالة إلى العالم بأنكم من وطن لم ولن يستسلم. لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين والعرب جميعا، وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون. كما وجه الجيش اللبناني تحية إلى أبطال منتخب كرة السلة الذين رفعوا بسواعدهم اسم لبنان عاليا في سماء الرياضة ورسموا صورته. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دهمت قوى من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الأقليمي بمؤازرة فصيلة الإبة ودورية من شعبة المعلومات منزل زوي المدعو ميم كيف، وهو من مواليد عام 92 وهو فلسطيني الجنسية، وهو موقوف سابق بجرم الانتماء إلى أحد التنظيمات الإرهابية وملقب بمحمود ظريفي، بضرب وتعنيف زوجته وولديها الكائن في محلة القب شارع ابن سينا وألقت القبض عليه. وبالتحقيق معها اعترف بضرب وتعنيف زوجته وولديها وأن ابنة زوجته قد توفيت من شدة إزائه لها. كما صرح أنه وضع جثتها في حقيبة ومن ثم نقلها إلى مخيم البداوي ودفنها في داخل إحدى المقابر، وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الطفلة المغدورة قد تعرضت لكسور وحروق عدة في أنحاء مختلفة من جسدها، والتحقيق جار الآن بإشراف القضاء المختص. وبعدها تمت مداهمة منزله الكائن في محلة الإبة شارع القاضي، حيث صرحت الزوجة المعتدى عليها وهي من مواليد 93 سورية الجنسية أنها بالفعل تعرضت للتعنيف من قبل زوجها، وأنه أقدم على قتل ابنتها وهي من مواليد العام 2017 بسبب ضربه لها، كما ضرب ابنهما عين ألف وهو من مواليد 2016، وبالتحقيق معه اعترف بضرب وتعنيف زوجته وولاديها. حذر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم من أضرار التهريب على القطاع الصيدلاني، مشيرا إلى أن التهريب من لبنان إلى سوريا وبالعكس وإلى البلدان المجاورة يشكل ضررا بصحة المريض. التهريب اللي كان عم يصير من لبنان إلى سوريا، تهريب الدواء المدفوع من جيبة المواطن، واليوم التهريب من سوريا إلى لبنان، تهريب الدواء ومن غير سوريا من كل البلدان المجاورة، هيدا مضر بصحة المريض، مضر بالقطاع الدوائي، مضر باستمرار العمل الصيدلاني في البلدين. كرم النائب حسن مراد وشبكة أفضل نيوز نقيب المحررين جوزيف الصيفي وأعضاء النقابة وأعلامي البقاع الممثلين لمختلف وسائل الإعلام ومدراء المواقع الإخبارية الإلكترونية في المنطقة. مراد توجه للإعلاميين بالقول بالكلمة: نغير ونحافظ على لبنان ونفضح كل المزاريب الهدر والسرقات والفساد. وبدوره قال القصيفي: لو بعدت المسافات أنتم الأقرب إلينا ولا تغيب الهموم عنا. منغير ومن خلالها منحافظ على لبنان ومنفضح كل مزاريب الهدر والسرقات والفساد. بكلمتكم الحرة بوجه كل الفاسدين يلي وصلوا البلد والشعب للجوع والذل أمام الأفران ومحطات البنزين والصيدليات، منقدر نعمل فرق. انقسامات تمعن في جسد لبنان تمزيقاً وتفرقةً بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وكأننا لسنا أبناء أرض واحدة نستظل سماءً واحدة ونتقاسم همومًا مشتركة ونواجه التحديات نفسها.
في الصفحة الإقليمية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 2 من النشطاء الفلسطينيين في معركة بالأسلحة النارية في الضفة الغربية المحتلة قبل فجر اليوم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 2 وإصابة 6 آخرين في الاشتباك الذي وقع في منزل في نابلس الفلسطينية. وأعلنت جماعة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشهيدين من أعضائها. كما هاجمت قوات الاحتلال زورق صيد قبالة شاطئ غزة، قالت إنه يقل إمدادات مهربة لحماس من مصر. رغم غضبها من قصف أوديسا، أوكرانيا ما زالت مستعدة لاستئناف صادرات الحبوب. واصلت أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القوات الروسية دمرت سفينة أوكرانية وصواريخ أمريكية في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة. وقال مستشار اقتصادي للرئيس الأوكراني أن أوكرانيا يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب فيما بين 8 و9 أشهر إذا لم تكن الموانئ فيها محاصرة، لكن الضربة الروسية لميناء أوديسا تظهر أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات على أوديسا ووصفها بأنها همجية صارخة تثبت أنه لا يمكن الثقة في موسكو لتنفيذ اتفاق الجمعة الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة. ولقى الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف ترحيبا باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ولكن مع دخول الحرب شهرها السادس لم يظهر ما يشير إلى تراجع حدة القتال. وعلى الرغم من أن ساحة القتال الرئيسية هي منطقة دونباس الشرقية، قال زيلينسكي في شريط مصور إن القوات الأوكرانية تدخل خطوة بخطوة منطقة خرسون المحتلة شرق البحر الأسود. وفي بداية جولة أفريقية، وزير الخارجية الروسية لافروف في القاهرة في محطة أولى ولقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية الحل الدبلوماسي في الحرب الروسية الأوكرانية. أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة إلى أن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، مثمنا اهتمام الجامعة العربية بالوضع في أوكرانيا، وأوضح أنه ليس لدينا ما نخفيه بشأن عملياتنا في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المشروعة تؤكد ضخ الغرب أسلحته إلى جوارنا. لافروف كان قد زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أكد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية. لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية، مشاريع القومية الكبرى، وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيقة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وكان لفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن لافروف نقل رسالة للرئيس السيسي من الرئيس فلاديمير بوتين تناولت موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر. بدأ البابا فرانسيس زيارة إلى كندا وصفها بأنها رحلة للتكفير عن الذنب وللاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبتها مدارس داخلية كان يديرها كاثوليك إلى حد كبير في حق أطفال السكان الأصليين. ويزور البابا إدمونتون في أقليم ألبرتا وينتقل إلى كيباك ومنها أيضا إلى أكويليت وعاصمة أقليم نونافوت ويغادر يوم الجمعة. وستتضمن الزيارة 5 مقابلات على الأقل مع السكان الأصليين في إطار وفاء البابا فرانسيس بوعده بالاعتذار. وقد تعرض أكثر من 150 ألف طفل وتلميذ للتجويع والضرب والاعتداء الجنسي في نظام وصفته لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية بأنه إبادة ثقافية. أعلى مستوى تحذير إعلان جدر القردة حالة طوارئ عالمية. بعد انقسام حول القرار، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدر القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس جبريسوس: نستطيع السيطرة على مرض جدر القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن
يأتي ذلك في وقت سجلت أكثر من 16 ألف إصابة بجدر القرود في 72 دولة، واكتشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدر القردة في أوائل أيار خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر بعد ذلك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته. ويعتبر جدر القرود الذي اكتشف لدى البشر عام 1970 أقل خطورة وعدوى من الجدر الذي تم القضاء عليه عام 1980، وينتشر المرض الفيروسي عن طريق الاتصال الوثيق، ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد. وحتى الآن تم تطبيق وصف حالة طوارئ عالمية على جائحة كورونا والجهود المستمرة للقضاء على شلل الأطفال. وفي النشرة الفنية، توني أبو جودي يقدم عرضا مسرحيا على مسرح مونو بعلبك، تختتم مهرجاناتها وجمال عروسة البقاع بين هياكل مدينة الشمس. قدم الممثل الكوميدي توني أبو جودي عرض مسرحي على مسرح مونوب الأشرفية، والمواضيع اللي طرحها من صلب حياتنا اليومية. تلفزيون لبنان كان متواجد ورجع بهيدي اللقطات. الكوميديا ما لازم توقف، وفي كتير هلا ستاند اب كوميدي بالبلد اخدي يعني فايعة فوعة كتير كبيرة، وأنا كنت من زمان عندي هيدا الشيء براسي، الفكرة بدي أعملها وأخيراً عملتها. يعني اللي بدي أقول له أنه ألف مبروك، حبيت كتير اللي عمله، وبكيت ضحك عن موضوع الدوغة لأنه عندي أنا دوغ وبعرف شو من عيني، وحبيت أنه حقق شيء هو بده إياه اللي رسمه وعمله. أحلى شيء كمان أنه فجر مواهبه اللي نحن بنعرفه فيها أكتر. بدنا ناس مثل توني، بس مثل توني مع احترامي لكل الأرتيست The best. اليوم من بعد ما ظهرنا حسينا انه عن جد نحن كنا كتير بحاجة انه هيك نفضي كل هالستريس بالضحك. وبدنا نشكر مبادرات فردية اللي عم بيعملوها الشباب، خاصة هلأ عم نحضر توني أبو جودي بغياب الدولة. أهم شيء انه يضل ماشي المسرح بلبنان، لأنه للحقيقة كل الثقافة هي اللي حتنقذ البلد، والمسرح هو من أهم الثقافات، يعني بيرجع على ألوفات السنين لورا، وبعده لهلأ عايش المسرح ببلاد العالم كلها رغم كل الصعوبات ورغم كل شيء. في إقبال كتير كبير للمسرح. مبسوط كتير لصديقي ورفيق درب توني أبو جودي، لأن أنا بعتبره موهبة كبيرة، بس إجا وقت هيك ما أخذ حقه. بأكثر الأيام الظلام الفن هو أهم شيء، قبل كل شيء، قبل الخبز وقبل المي، لأنه ما حدا بيموت من الجوع من المي، بفتش عليه للأكل والشرب، بس الفن هو اللي بيخلي الناس مع بعضها. اختتم موسم مهرجانات بعلبك صيف 2022 بعرض ساحر للعازف سيمون غريشي والراقصة رنا غورغاني على وقع موسيقى البيانو الرائعة. وكان لافت باليوم الأخير زيارة حفيد مؤسس مهرجانات بعلبك الدولية النائب كميل شمعون إلى مدينة الشمس، يلي استهل الزيارة لها بمطعم لبعلبك، مستعيدا ذكريات جده الراحل الرئيس كميل شمعون بمدينة الشمس. ومنبقى ببعلبك اللي زار اليوم عدد من المرشحات لانتخابات ملكة جمال زحلة بدعوة من جمعية سيف سايد، يلي نظمت لهم رحلة بقلب المدينة استهلت بتنور الحلاني والخبز اللبناني الأصيل وجولة بين الهياكل ولقمة بعلبكية. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.